بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم السبت على ما أظن 4 مارس، يا أخي ها 4 مارس، الساعة راهي 11:20 دقيقة. رانا مع طريق اللي تدي بين بابور وواد البرد. كيما نشوفو يعني ثلوج ما شاء الله، خير يا ربي. الطريق راهي براسك مقفولة، ما قدرناش نزيدو نقدمو أكثر. ربي يقوي الخير ان شاء الله. دوك حوالي سمك الثلوج يتعدى 5 سنتيم. البلاصه قد قبل ما نلحقوا تلايج كان، والله ها كي سميوها يا ربي، وين كاين العين هذيك على الدروات تولى، وين ساكن كعاط اوكي استمعنا مكان يديه. هو فايته 5 سنتيم، فايته تا هو الحقو لي هاني قلك عاد زاتي خامين كعاد. هاي واقف قبل تقليات، سبحان الله، يعني البارح ما كان والو، اليوم ها في ظرف 2 سوايع. بوزقوا يعطيك الصحة.